السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن اليوم مرتزقة البوليساريو وصلوا لمئة بلاغ عسكري، مئة بلاغ عسكري، ولم يستطيعوا أن يقدموا دليل واحد يوثق هذه البلاغات. وأنا من هذا المنبر كنتحدى المرتزقة يجيبوا لنا دليل واحد يوثق هذه الخزعبلات التي تنشر بشكل يومي. كذبتو كذب اللي عمر وصل ليه شي تنظيم في العالم، سواء كان تنظيم عسكري او تنظيم سياسي او ميليشيات او ايا كان. والمشكل انه من المعروف ان البلاغات العسكريه لا تصدر من الجيوش ولا تصدر حتى من الميليشيات الا ان كان هناك انجاز عسكري كبير. في هذه الحاله تصدر بلاغات عسكريه، وهذه البلاغات العسكريه تكون موثقه. راحنا في 2021 ماشي في السبعينات ماشي في الستينات باش تطلقوا علينا السلوكيه في حال هذه وتبغيو من الناس يصدقوها. ممكن في مخيمات تندوف، لان هاد الناس محاصرين من نظام جزائري، محاصرين من هاد المرتزقه، ما عندهمش وسائل باش يتاكدوا من هاد الاخبار. ولكن بغيتوا الناس في 2021 يصدقوا هاد السلوكيه ديالكم؟ وعباد الله، اضعف ميليشيات في العالم من ناحيه التمويل، من ناحيه التسليح، داروا عمليات بسيطة جدا، واتقوها ونشروها وأكدوا المصداقية ديالهم. أما أنتم يا مرتزقة الجزائر، النظام الجزائري صرف عليكم كسر من 500 مليار دولار طوال 45 سنة، مبلغ لم يسبق أن صرف في التاريخ على ميليشيات. مع ذلك 100 بلاغ عسكري ولا يوجد دليل واحد ولا توثيق واحد، بل العكس. ذهبتم لسرقة صور اليمن وسوريا والعراق وليبيا، هادشي اللي قدرتوا عليه، هذا هو مفعول 500 مليار دولار. أكثر من ذلك هاد البلاغات ما خليتو حتى شي سلوكية إلا وطلقتوها، طيحتوا طيارات، أسرتوا جنود، قتلتوا جنود، اقتحمتم قواعد، ولكن أين التوثيق؟ لا يوجد. لو كانت هذه البلاغات فعلا ذات مصداقية لكنتم الآن وصلتم إلى الرباط. وإذا كان هناك مشاهد من الرباط فليؤكد لنا واش مرتزقة البوليساريو وصلوا للرباط. زعما فضيحة، أم الفضائح. مبروك عليكم يا مرتزقة البوليساريو، دخلتم التاريخ من أوسع أبوابه كأول ميليشيا في العالم خاضت حربا وهمية فيسبوكية. وأنا ديما كنعاود هذا المثال وغادي نبقى نعاوده في جميع الفيديوهات. بلاغ عسكري واحد يا مرتزقة البوليساريو من القوات المسلحة الملكية المغربية كان كافي باش انكم تهربوا من القرقرات بحال الكلاب، وكان كافي باش ان الصحف العالميه تحضر للقرقرات لموقع الحدث وتوثق اولا الصناديل ديالكم اللي خليتوها قبل ما تهربوا بحال الكلاب، وثقت التواجد ديال القوات المسلحه الملكيه، ثالثا وثقت فتح المعبر وعبور الشاحنات. وفاش خرجتوا البلاغات ديالكم الوهميه كتقولوا كذبا انكم قصفتوا المعبر في الايام الاولى ديال عمليه القرقرات، وسائل الاعلام العالميه كانت موجوده تماك باش انها توثق الكذب ديالكم وتوثق بان معبر القرقرات الامور فيه هادئه جدا. 100 البلاغ ديال مرتزقه البوليساريو ما يسواوش حتى 0.0001% من البلاغ اللي وصل اللي صدرته القوات المسلحه الملكيه في 13 من نوفمبر 2020. هذا هو الفرق ما بين أمة عريقة، ما بين المملكة المغربية، وما بين مرتزقة ودولة نشأت من طرف الاستعمار الفرنسي. على كل مبروك لمرتزقة البوليساريو، 100 بلاغ عسكري، ممكن توصلوا 200 بلاغ عسكري وبدون دليل وبدون أي توثيق، ولكن على أرض الواقع نحن نستمتع بصحرائنا وبخيراتها، معبر القرقرات مفتوح، ومن يريد عكس ذلك غادي نخبطوه. وتحية لحقرونا المراركة، وتحية للبنان، وتحية للموز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.